بص يا فندم، هي مش هتقفل اي نعم علينا، تمام. وهم برضو يعني هم هيدونا مكان ان احنا نشتغل، بس المكان ده هيبقى في الشمس وهيتعبنا احنا وهيتعبنا في شغلنا. احنا بقى هنا احنا بنرزق من الزبون ازاي؟ الزبون بيبقى ماشي بنقدر نمشي وراه نبيع له، حتى الزبون لو شاف الحاجه وممكن يتلجلق ان هو ياخد او ما ياخدش، فاحنا بنضطر نمشي ورا الزبون لحد ما نقنعه ان هو يشتري الحاجه دي مننا. هنا بقى لا، احنا ما بنضايقش السياح. انا واحد من نفسي، انا اكلمك عن نفسي، انا بخش على الجست بقول له عايز تشتري، بيقول لي اه. مش عايز يشتري بقول له وقت سعيد، شرفت مصر. في ناس بتخش على السياح وبيضايقوا السياح، يفضلوا يقولوا لهم مره واثنين وثلاثه و10 ان هم يشتروا لحد ما الجست يتضايق ويتخانق. دي مشكله برضو موجوده، وهم الحكومه عندهم حق في المشكله دي، بس مش كل الناس زي بعضيهم، في ناس حلوه وفي ناس وحشه. هي مفيده بالنسبه للسياحه بس مضره بالنسبه لينا احنا، بالنسبه للمنطقه المحلات وكل الشغل هنا هيموت. وهم يضطروا يدخلونا من على طريق الفيوم، تمام، وخرجونا من هنا من صحارى سيتي من الجبل من ورا. فبالمره نزلت السمان مش تبقى موجوده، بالمره نزلت السمان اصلا مش تبقى موجوده، فهتتقفل المنطقه، مش هنعرف نشتغل بعد كده، مش هنلاقي شغل. والله الرؤيات اللي بتتقال بيقول لك مش هيخلوا المدخل من هنا ولا خروج ولا طلوع. معنى الكلمه دي يعني قافله على اهالي نزله السمان وبتوع السياحه. وبتوع السياحه دول هنا مش شويه، دول كتار قوي، وبيجوا من الأرياف يشتغلوا، مش واحد ولا اتنين ولا ألف ولا اتنين، دول ألوفات مؤلفة وكام ألف أسرة. وعشان الحصان ولا الجمل يروح من طريق الفيوم، دي مسافة ليه بتاع 2 كيلو ولا 3 كيلو، حرام. لكن لما يعملوا يعني مثلا الدخلة من هناك أوكي والنزول من هنا، دي ماشي، دي شرع ربنا. يعني يطالبوا النزول يا ريت يكون من هنا، ما يقفلوش منطقة الأبو الهول ده. كمان انا سمعت بيقول لك هيخلوا الصوت والضوء هناك الناحيه الثانيه، ازاي؟ وانا ليا زباين مثلا اطلع فوق يجي يقول لي لا انت مالكش دور، ازاي؟ لا هي صعبه علينا احنا، صعبه علينا احنا، ان احنا طبعا الواصله من هنا لهناك احنا ممكن مثلا نطلع عشان نعمل 50 جنيه 70 جنيه 30 جنيه عشان تاخدي وصيله لحد هناك، مرواح ورجوع هي بالحاجه دي بالثمن ده. انا راجل ببيع الحاجات دي، الثلاث حاجات دول بخمسة جنيه ودي بخمسة جنيه، ممكن ابيع 10 بعات في اليوم، هبيعهم اركب بيهم مواصلات ولا ابقى جنب البيت. انا بيتي فوقها، يعني بيتي رابع بيت او خامس بيت على ايدك اليمين. فاحنا هنا ده يعني ابا عن جدا. انا مولود، انا عندي 52 سنه مولود هنا، يعني مولود هنا، واخويا الكبير مولود هنا، وابويا مولود هنا، ومن عيله في البلد هنا. بس طبعا صعب ان احنا نتنين من اي نروح اي مكان، صعب. عايزين تمشونا من الشارع، ما تشوفوا لنا مكان بديل ناكل فيه، ناكل عيش. بس احنا اكل عيشنا كله على السياحه. والله اللي يعمل غلط ماشي، من حقهم، من حقهم يعني يشيلوا خالص، يمنعوا المنطقه. بس ما تحاسبش حد على الاثر الرجعي، حاسبوا على اللي يعمل غلط، ما تحاسبش حد على الاثر الرجعي، حاسبوا على اللي يعمل غلط. عارفين المنطقه هنا هتتقفل، الطريق كله هيبقى من الناحيه الثانيه، وهيخش البوابه. لو تخش البوابه احنا معناش رخص، احنا ناس معناش رخص، هنبيع فين؟ ما بيقولوا في شهر 3 هينقلونا 3 2018. اه هينقلوكوا فين؟ في طريق الفيوم. الموقف الجديد يعني، لا مش الاسطبلات ده، جميع المناطق، كل الهرم كله يعني، اللي تحت واللي فوق واللي في الهرم واللي في البرارامه، كل الاهرامات وابو الهول، بياعين وجماله وخياله كله هيتنقل هناك. فما ينفعش كله يتجمع كله في مركز واحد، هتبقى وحشه خالص، ممكن الاهالي تقتل بعضيها. ليه بقى؟ عشان مفيش شغل، مفيش سياحه. طب ما انتوا كده يبقى مكانكم معروف للناس. ما مكاننا معروف طول السنين، وطول طول عمرها السياحه شغاله وفيها الدواب، فيها البياع وفيها الخيال وفيها الجمال وفيها الصندكار، فيها كل حاجه. احنا هنا امن، هنا احسن حته امينه، ما فيهاش اي حاجه خالص، ولا تزعزع الامن ولا اي حاجه. احنا لازم نحافظ على اكل عيشنا، ما كناش احنا نحافظ على اكل عيشنا مين اللي هيحافظ لنا عليه؟